لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفاة ممثل الفاف في سفرية شبيبة الثورة إلى جنوب أفريقيا. فارق رئيس رابطة ولاية تيزي ويزو لكرة القدم رشيد عصمة يوم السبت الحياة بجنوب أفريقيا بعد وعكة صحية ألمت به. وكان رشيد عصمة ضمن وفد نادي شبيبة الثورة الذي انتقل إلى جنوب أفريقيا تأهبا لمواجهة المضيف نادي ليوبارديس من إستونيا مساء الأحد ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة الكاف. وسافر رشيد عصمة برفقة وفد نادي شبيبة الثورة إلى جنوب أفريقيا بصفة يمثل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. رحم الله رشيد عصمة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم زويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قدمت إدارة شبيبة الثورة على رأسها محمد زرواطي تعازيها الخالصة لعائلة عصمة إثر انتقال رشيد عصمة إلى جوار ربه أمس، راجين من الله أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله. كما أشارت إدارة نسور الجنوب إلى عصمة رشيد كان قد انتقل برفقة وفد الثورة إلى مومبيلا بجنوب أفريقيا تحسبا لمباراة الجولة السادسة من كأس الكونفدرالية أفريقية أمام لوبارد الإستواني. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.